رفيق بركيزو مدير التنفيذي لجمعية فاس تونيزي، جمعية عمل ضد الإقصاء. اليوم احنا متواجدين بمدينة الغالبة القيروان في تظاهرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهانديكاب انترناسيونال في نطاق مشروع ديفي تحدي. المشروع هذا هو مشروع كما اسمه تحدي، و المشروع هذا يهدف إلى معارضة مجهودات الدولة في الضمان الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، وخاصة في عديد جوانب تاع التكوين. نحب نخرج بالمشروع هذا من موديل تاع أسيستانس، موديل تاع إنكلوزيون. نحب معناها المواطنين بتاعنا والشعب التونسي والعباد اللي قاعدة تاخذ في الإعانات والمساعدات الميجر فير أن موديل بلوز إنكلوزيف، تولي تعمل أكثر على روحها ونخرجوها من الإعانات هذيا فير الإنكلوزيون. دونك اليوم التظاهرة لمينا اليوم معناها ممثلين عن المجتمع المدني المحلي في القيروان، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، مراكز الدفاع الاجتماعي بالقيروان، والليزينيتي ريال بي اس تاع القيروان، ومكونات أخرى، باش زدنا قدمنا لهم دراسة قمنا بها ككونسورسيوم تاع البروجي هذايا. حبينا نقدموا تجارب مقارنة عالمية في الانكليزيون. كما تعرفوا احنا تونس فيه متقدمين برشا في القوانين ومتقدمين في حتى في العمل الاجتماعي، مانيش معناها مانيش ناقصين وكل، اما زاد ساعات واحد باهي كي يستأنس بالتجارب العالميه باش نتعلموا منهم، وزاد مش باش ناخذوهم هكاكا مسلمين، باش نحاولوا زاد نعطيهم صبغه تونسيه، خاطر ديما احنا لو كونتكست تونيزيان ماهوش كونتكست كيما الناس الكل، دونك نحاولوا نعطيهم زاد الصبغه نتاع الصبغه التونسيه ونستأنسوا بهم، مانيش ناخذوا حاجات مسقطه باش ناخذوا حاجات نستأنسوا بهم، وميم طون ان شاء الله في القريب العاجل زاد كما عملنا هالتجارب مقارنة اللي موجودة في العالم الكل، زادة باش نخدموا على التجارب الناجحة في تونس. دونك تو باش نخرجوا انجيد ولا مابينغ نتاع لي بون براتيك في تونس، خاطر لقينا زادة فما عديد التجارب الناجحة، كسوا عملوهم جمعيات، كسوا عملتهم الدولة، وإلا خاصة احنا نركزوا ياسر على التجارب اللي فيهم تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والجمعيات. دونك التشاركية هذه ما تنجم تكون كان بينيفيك للناس الكل. دونك ان شاء الله زاد في عن قريب العاجل باش نقدموا هالمابينغ نتاع لي بون براتيك ولا التجارب الناجحة في تونس.